نحن برايت تو بلاي مع ستريت فوتبول وورلد عم نقوم بورشة عمل بمنطقة بيروت. هيدي الورشة الهدف منها ندعم المدربين بمواضيع مختلفة يقدروا من خلالها يحققوا التنمية المستدامة بمجتمعاتهم. المدربين جايين من خلفيات متنوعة، منهم مدرسين بمدارس، منهم مدربين رياضيين، وحتى في منهم ناشطين بمجتمعاتهم. تضمنت ورشة العمل 18 مشارك وامتدت على مدة 3 أيام. قدرنا من خلالها نعطي مواضيع مختلفة، منا القيادة، كيف القائد يكون قدوة لأطفاله، الجندرة، وحتى أمنا لهم تدريب على حماية الأطفال ودمج ذوي الحاجات الخاصة بالنشاطات الرياضية.